كل سنة وانتم طيبين وكل مولد وانتم طيبين وبصحة وسلامة. اتصل بي الحاج التحلاوي قبل بعد صدور الحكم، يعني كان بيتشافوا فيا الناس، فكان بيتصل بي الحاج سماحة أستاذ أحمد التحلاوي وقال لي أوروبا، أوروبا فيها ازدراء أديان، قضايا ازدراء أديان الدين الإسلامي. فبيحضرني ما قاله النهاردة الرئيس بوتين، محب أعمل هذا الكلام الجد على ما قال. هو كان في حاجة هتلر، فهو أسأله سؤال عن الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له ده ليس حرية تعبير. جميل جدا. الرسوم دي بس موضح اللي هي الكاريكاتيرية وكده وحرية والفن. انا بعتبر برضو بصيت لرئيس بوتين على ان هو في اكثريه اوروبيه وراجل عايز وجه السماح، وراجل مسيحي اورثوذكس فواجه السماح فشيء طيب وجميل، احترام المقدسات والديانات السماويه واحترام مشاعر الناس يعني، فده وجه جميل جدا. ولكن الفن والواقع، الواقع كلمة الواقع، الواقع ان انت بتعمل رسوم كاريكاتيرية فبيحصل مثلا صامول باتي يتقتل، مش عارف الفنان ده بيتقتل، ده برضو لا يصح ولا يجوز. اما الفن بقى حضرتك فانت بتتكلم على انت بتفرض، يعني انا اتكلم عن نفسي، انا عملت مسرحية اسمها ألم المعلم يعلم، ألم المعلم يعلم يعني ده شخص قال له استاذ شادي بحق شو هتاخده، انت مسلم ولا مسيحي؟ انت مالكم؟ انا هنا اخصائي مسرح في المدرسة ما تكلمنيش. فاكبروا بعدين ابتدوا يعني يقولوا له حاجات دراسة حاجات تقبلوا يعني. فانت انا بقى شادي ما حرية التعبير والتفكير، انا ما ينفعش العلمة دي فيها فيه، انا ما ينفعش اذا كان يعني ياريت كانوا سألوا بوتين هل تقبل ان حد يفرض عليك فكره، هل تقبل ان حد، حريه التعبير مهمه جدا، والدين القوي لا يخشى النقد، والفكر القوي لا يخشى النقد. انا بقى في ألم معلم ما اتريقتش على حاجه، انا بقول التراث وهذا التراث، فانت ما بتكلم كونفوشيوسي بتقول له تراثك في كذا بيزعل، ازاي انت ما تحترمش البقره بتاعتي وما ما تجبرني على اخي على ان احترم. فانا بكلم دلوقتي يعني الناس يعني القضاء المصري والكحل يعني كلام القضاء المصري، احترام حريه التعبير وحريه التفكير هي